السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. في الحلقة الماضية تحدثنا حول الإيمان والعمل الصالح، وقلنا أنه لا نجاة للعبد إلا بهما، الإيمان بالله ورسوله، وبعد ذلك العمل الصالح من خلال الإيمان بالله ورسوله. وقد أقسم الله تعالى على ذلك، أقسم بالزمان في سورة العصر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأقسم كذلك بالمكان على نفس القضية في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قضية منتهية حسمها ربنا تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقلنا بأن الله تعالى يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، وعلى العبد أن يعمل من الأعمال الصالحة ما تطيقه نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. لا تكلفوا أنفسكم من الأعمال ما لا تطيقون، ولكن عليك أن تؤدي العمل برغبة لله تعالى، عليك أن تشعر بلذة الطاعة لله رب العالمين، ولو بصيام يوم ليس بكثير الصيام، ولو بصلاة ركعتين ليس بكثير الصلاة، لكن لابد أن يكون العمل وإن كان قليلا فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم موصولة بالحلقة الماضية واللي قبلها، بين الخوف والرجاء، هكذا ينبغي أن يعيش العبد. آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمن باليوم الآخر، يعلم يقينا أنه سيقف بين يدي الله تعالى للعرض والحساب، فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويسأل نفسه قبل أن يسأل، ويزن على نفسه أعماله قبل أن توزن عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. بين الخوف والرجاء، الإله الذي آمنت به إذا ما تعرفت عليه أحببته، وإن أحببته رهبته. المحبة والخوف لا يجتمعان في قلب عبد لشيء، فإن أحببت إنسان لا تخافه، وإن خفت من إنسان لا تحبه، لكن المحبة والخوف اجتمعا في قلب العبد لله رب العالمين، بل كلما زادت محبة العبد لله زاد خوفه من الله. وهكذا ينبغي أن يعيش المسلم بين هذين الجناحين، جناح المحبة وجناح
الخوف، من باب قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كما أن الله تعالى غفور يغفر الذنوب، فهو أيضا شديد العقاب وأليم العذاب. الخوف من الله تبارك وتعالى يحجز العبد عن المعاصي والذنوب والآثام، والرجاء فيما عند الله تعالى يدفع العبد إلى الطاعة والعبادة. إذن حينما يعيش العبد بين جناحي الخوف والرجاء، يندفع نحو الطاعة والعبادة برجائه وطمعه، ويتوقف عن المعاصي والذنوب والآثام بخوفه ورهبته من الله. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد حبه لله وازداد خوفه من الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم، من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، فعلينا أن نتعامل مع هذين الاسمين من أسماء الله تعالى كسائر الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل هنا الدعاء بمعنى أن نتقرب إلى الله تعالى بهذه الأسماء؟ وذلك من خلال حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها؟ من عدها؟ لأن الإحصاء هو العد، قد يكون. من أحصاها أي من حفظها، قد يكون. من أحصاها أي من عمل بها وتعامل مع كل اسم بما شاء الله تعالى. بمعنى أنك عبد تشعر بضيق الرزق، فعليك أن تسأل الله تعالى باسم الرزاق، وأكثر من ذكر هذا الاسم. إذا كنت كثير المعاصي والذنوب، فعليك أن تذكر الله تعالى بالغفور الرحيم، بذو العفو. عليك أن تتعامل مع رحمة الله تعالى وعفوه بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي عليك أن تتعامل مع كل اسم من أسماء الله تعالى بحالة من حالاتك، حسب الحاجة وحسب ما تتطلبه المصلحة. فالله تعالى في مصلحة العبد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعليك أن تدعو الله تعالى باسمه الذي تريده. وأسماء الله تعالى كثيرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولذلك خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما كانت الذنوب. قل لهم يا محمد إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل لعبادي يا محمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ولننظر إلى هذه اللفظة أسرفوا، والإسراف هو الإكثار من الشيء. أكثروا على أنفسهم، أكثروا من فعل المعاصي والذنوب والآثام، واستحوذ عليهم الشيطان، مهما كانت هذه الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظروا إلى هذا الجناح، انظروا إلى هذا الطرف الذي يعتمد عليه المسلم المؤمن في حياته. تقول المسلم
وهو يرتكب المعاصي؟ نعم. تقول المؤمن وهو يرتكب الذنوب؟ نعم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمسلم والمؤمن من بني آدم، لابد أن يخطئ. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، عصمه الله تعالى من الصغائر والكبائر قبل وبعد البعثة، ما سواه فهو يقع في المعاصي والذنوب والأثام، ما سواه خطاء. لكن عليك أن تعود. نقول المسلم يرتكب الذنوب، نقول المؤمن يرتكب المعاصي، بل نقول التقي الذي أدرك تقوى الله تعالى وهي درجة عليا قد يقع في ذلك. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لأهل التقوى. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، معلوم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا أمر معقول، هؤلاء أهل التقوى. لكن انظر إلى ما بعدها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن الإنسان رغم أنه أدرك درجة من تقوى الله تعالى، إلا أنه ربما في غفلة، في حالة ضعف، يقع في معصية أو ذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لأنه مسلم، لأنه مؤمن، لأنه تقي، تذكر ربه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الشطارة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مش عيب أنك تغلط، لكن العيب أنك أنت تصر على الخطأ وتستمر عليه. بسرعة ارجع، بسرعة اشتغل على هذا الجناح، جناح مغفرة الله تعالى، الطمع فيما عند الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن العبد لو أصر على المعصية وعلى الذنب ولم يتب إلى الله تعالى كان له العذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك عليك أن تدرك هذا المعنى. لو يعلم الناس مدى عفو الله تعالى لما تورعوا من الذنوب، ولو يعلم الناس مدى عذاب الله تعالى لبخعوا أنفسهم. وفي رواية: لو يعلم العبد مدى عفو الله تعالى لما تورع من ذنب. يعني لو العبد يعرف قد إيه ربنا غفار ما تورع من ذنب، كان يعمل أي ذنب، لأنه هيعمل الذنب وهيتوب، ربنا هيتوب عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، إن العبد يفعل الذنب ويتوب، أيتوب الله عليه؟ قال: نعم. قال: ويفعل الذنب ويتوب، أيتوب الله عليه؟ قال: نعم. قال الرجل للمرة الثالثة: ويفعل الذنب ويتوب. علم النبي أن الرجل سيكرر نفس السؤال، فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله لا يمل حتى تملوا. إن الله تعالى لا يمل من توبة العبد إذا أذنب وتاب، تاب الله عليه، حتى يمل العبد من الذنب فلا يفعله، يتوقف عن فعل الذنوب والمعاصي والأثام. إن الله لا يمل حتى تملوا. ولو علم العبد مدى عذاب الله تعالى لبخع نفسه، لو يعرف قد إيه ربنا عذابه أليم وشديد لتوقف. إذن حينما يعيش العبد بين الخوف والرجاء، بين هذين الجناحين، يستقيم. الطمع فيما عند الله يدفع العبد إلى الطاعة والعبادة، والخوف من الله يحجز العبد عن الذنوب والمعاصي والآثام. لذا يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت طمعان فيما عند الله، تقرب إلى الله تعالى وقال عمل واحد، لم يقل أعمال. ومعانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نبيلة. أيوة الشيخ. اتفضلي معاكي. أهلا يا شيخ، أنا عايزة أسأل سؤال كده والله. اتفضلي. أنا معايا ثلاث أولاد، ولدين وثلاث بنات. فربناهم وعلمنا وجوزنا، والصبيان لما جوزناهم جبنا لكل عيل شقة في المدينة ودفعنا له فيها 100,000. وشورناهم وشورنا البنات وجوزنا كله. وتوفى أبوهم. بعد وفاة أبوهم هل البنات لهم في 100,000 دي؟ حاضر يا حاج. الله يسترك يا رب. وسؤال كمان يا شيخ. اتفضلي. اتفضلي يا حاج. عندنا مستودع غاز. احنا ثلاثة مشتركين فيه. وبيجيب لنا في الشهر 5,000 بنصرفوه. هل المستودع دي عليه زكاة؟ حاضر. حاضر يا حاج. أيوه. شكرا يا استاذ الشيخ. لا تحت امرك. التلفزيون بقى؟ اطفي التلفزيون وتابعينا بقى. طيب قصدي اقفل التليفون وتابعينا من التلفزيون. طيب شكرا لاتصالك يا حاجه نبيله. شكرا لله. الحاجه نبيله حكايتها زي حكايه اي ام مصريه واي اب مصري. عندها 5 اولاد، ولدين وثلاث بنات. اجتهدوا جوزوا البنات وجوزوا الاولاد. لكن زي ما موجود في العرف عندنا إن الأب والأم بيدبرهم الشقة لمين؟ للولد. لكن شقة البنت على زوجها. فهم جابوا لكل ولد شقة دفعوا فيها 100,000 جنيه. وجهزوا البنات وجوزوهم. بعد وفاة الوالد هل البنات ليهم في 100,000؟ لا يا حاجة نبيلة. 100,000 اللي اندفعت في الشقة طالما الشقة اتكتبت باسم الولد. والشقة التانية نفس الحكاية باسم الولد. خلاص دي هبة في حياة الوالد أعطاها لابنه. وزي ما أعطى للابن هذه الهبة هو جوز البنات وجهزهم. فهي دي برضو هبة. لكن لو كانت الشقة ديت أو ديت اتكتبت باسم الوالد فده ميراث يورث بعد وفاته. لكن إذا كانت اتكتبت الولد كل واحد باسمه يبقى ليس للبنات حق فيها. الأستاذ نادر السلام عليكم. تفضل يا استاذ نادر. بالنسبه لمولانا ارباح البنوك الاسلاميه زي فصل الاسلامي حلال ولا حرام؟ ارباح البنوك حاضر. سؤال تاني. البنك الاسلامي زي فصل الاسلامي زي فيصل. ماشي حاضر حاضر. ماشي في سؤال تاني. لا جزاك الله خير يا مولانا. شكرا يا استاذ نادر. السؤال التاني بتاع الحاجه نبيله تقول احنا عندنا مستودع بتاع جاز ومشترك فيه 3 دخله 5,000 جنيه تقريبا في الشهر بيوزعوهم على بعض وبيصرفوهم. بتسأل هل المستودع ده عليه زكاة؟ يا حاجة نبيلة المصنع نفسه مش عليه زكاة مهما كانت تكاليفه. واحد عنده شركة ومكلفها، واحد عنده محل سوبر ماركت ومكلفه، برضو المستودع الجاز ده انتوا كلفتوه. خلاص هو آلة حرفة لا زكاة فيها، لكن الزكاة في الدخل اللي بيجي. فإذا الدخل اللي بيجي منه مال بلغ نصاب يعني ما قيمته 85 جرام ذهب ومر عليه حول كامل وهو معاكم يبقى فيه الزكاة. لكن لو بلغ نصاب وبيجي وبيتصرف لا زكاة فيه طالما ما بلغش الحول. وفي نفس الوقت لو ما بلغش نصاب إذن لا زكاة فيه. عندنا شرطين للزكاة، بلوغ النصاب ومرور الحول. الخمس تلاف جنيه اللي هم دخل المستودع لا هم قيمة الزكاة اللي هو النصاب ولا مر عليهم الحول، انتوا بتيجوا وتوزعوهم على بعض وتصرفوهم، إذن لا زكاة فيه. ولكن فيه بقى صدقة التطوع لو انت حبيتي أو الشركة حبوا يطلعوا صدقة التطوع لا حرج في هذا. الأستاذ نادر بيسأل عن أرباح البنوك. احنا قلنا يا أستاذ نادر قبل كده السؤال ده ورد في الحلقة اللي فاتت إن اختلفت أنظار العلماء في المعاملات البنكية. إحنا هنتكلم عن الإيداع طالما أنت بتتكلم عن الأرباح، طالما بتقول أرباح إذن معنى كده إيداع.
فريق من العلماء قال أنا حطيت مبلغ من المال إيداع في البنك، أي فايدة هتجيلي منه بتعتبر ربا، واعتمدوا على أثر وارد عن الإمام أبي حنيفة بيقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. ونكمل الوجوه الأخرى بعد الأخت شريهان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ معانا. اتفضلي يا أختي شريهان. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. أنا كنت مطلعة يعني مبلغ مالي لله أوديه المكان يعملوا فيه للمية كده، وبعدين يعني أنا أهلي والدتي مرت بظروف صعبة في الظروف اللي إحنا مرينا بها، فهل ينفع أنا أديها لها بنيت ان انا مطلعاها لله ولا ما ينفعش؟ انت الاول خدتي مبلغ من المال حطيتيه في مكان معين. لا يا شيخنا، انا كنت هطلعه لله. يعني هو لسه معاكي؟ وانت ناويه تطلعيه لله؟ والدتك بقى بتمر بظروف معينه. هل ممكن تديها من المال ده ولا لا؟ حاضر. شكرا يا شيخ. لا تحت امرك. الأستاذ فتحي تفضل. صبحي تفضل يا أستاذ صبحي. الخط قطع. ماشي، يبقى لسه مع الأستاذ نادر. الرأي الثاني يا أستاذ نادر قال إن الأرباح اللي أنا هاخدها ديت فيها شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أمام الشبهات إن هو يترك الشبهات، وذلك في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر هذا الحديث. وبالتالي قالوا يبقى نتجنب الأمر ده. فيه رأي ثالث لبعض العلماء قالوا إن هذه المعاملة تعتبر نوع من أنواع الاستثمار. أنا معايا مال ومش عارف استخدم هذا المال، فأنا بروح للبنك بقول له خد المال ده عندك واستثمره معاك. البنك بيعمل دراسة جدوى للمشروعات وبيجمع أموال من الناس وبيتاجر فيها أو بيشتغل فيها في الأمور المباحة، وبعد كده بيشوف مكسبه قد إيه في كل هذه الأموال، بياخد نسبته ويوزع على المودعين النسبة اللي هم متفقين عليها، وقالوا إن ده نوع من أنواع الاستثمار. فأنا بقول لك يا أستاذ نادر، لو أنت معك مال وعندك مشروع قدامك وتقدر تشغله ما في حرج، لكن لو ما عندكش وخايف على هذا المال لا حرج أبدا إن أنت تحطه في البنك بنية الاستثمار، ولكن لو كان في بنك فرع إسلامي أو بنك إسلامي فهذا يكون أفضل. الأستاذ صبحي رجع لنا تاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ صبحي. لا بقول حضرتك ايه، انا عايز سؤالين يعني تخلي حضرتك مع دماغك معايا. الخط قطع؟ لا. الو سامعني؟ لا ما قطعش. استاذ صبحي. ايوه بيه. لا انا مش سامع، انا يبقى في الصوت في الاستوديو. طيب الخط قطع. ايوه معايا يا استاذ صبحي اتفضل. بقول حضرتك ايه؟ اتفضل. انا متجوز اثنين. نعم. واخد بال حضرتك؟ الاولانيه ام العيال معايا عيال رجاله منها. طيب وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. طيب ماشي. واخد بال حضرتك؟ انا متجوز اثنين يا شيخ. ماشي. من كتر المشاكل ام العيال طلبت مني ان احنا بتراضي اطلقها. ماشي. فطلقتها. ايوه بتراضي، بس ما فيش زعل ولا خناقات ولا عملت حاجه، وهي ست كويسه وكل حاجه. تمام. الزوجه الثانيه بقى مشكلتها يعني ازاي بتروح عند عيالك وما تروحش عند عيالك وبتديهم وتصرف وبتعملهم. يا بنت حرام، دول عيالي ودي ما فيش مشاكل. المهم قعدت تتحدى معايا وتعمل مشاكل، وبعد المشاكل قمت سبت لها البيت ومشيت، ومعاها برضه عمر في حدث الجيش وبنتين وولد. فدلوقتي انا بروح للمراضي اللي هي طليقتي الاولانيه، وبقعد معاها عند عيالها كبار متجوزين في الشقه، وبناكل وبنشرب قصاد بعض وبنديها مصاريفها وعيالها وكل حاجه. ف
فدلوقتي الدين ايه اللي يحصل يعني؟ هل حرام هل حلال؟ حاضر يا استاذ صبحي. ماشي يا شيخ، شكرا لاتصالك. حاضر هجاوبك ان شاء الله. مدام مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون وتابعينا بالتليفون. حاضر ماشي. حضرتك أنا دلوقتي حامل، فكنت عايزة أسأل هل المولود ليه زكاة ولا لا؟ هل المولود إيه؟ ليه زكاة ولا لا؟ ليه زكاة ولا لا؟ زكاة إيه؟ أصل في كذا شخص قال لي إن المولود إن حامل لازم أطلع زكاة على المولود اللي هيجي. حاضر حاضر هقول لك. حاضر شكرا يا مدام مريم. يبقى احنا كده خلصنا الاستاذ نادر والاستاذه نبيله. الاستاذه شريهان، الاستاذه شريهان بتقول هي كانت معاها مبلغ من المال وكانت ناويه تطلعه لله. والدتها بتمر بظروف معينه ومحتاجه لهذا المال، هل ينفع انها تدي والدتها من هذا المال؟ لو هو زكاه يا اخت شريهان، الزكاه لا تجوز على الاب والأم ولا على البنت ولا الابن، ولا تجوز من الزوج على الزوجة. فباعتبارها أنها أمك ما ينفعش تديها زكاة، لأن المفترض أن هي لو محتاجة تديها من مالك أنت، لأن الزكاة ده شيء فائض أو زيادة على الأصل، على أصل المال. فطالما أنت معاك النصاب اللي يبلغ المال اللي يبلغ نصاب ويمر عليه الحول وتطلعي زكاة، يبقى من باب أولى تدي والدتك من الأصل. لكن إذا كانت دي صدقة تطوع أنت مش معاكي غيرها، يعني معاكي مبلغ مثلا معين لا يصل إلى النصاب ونفسك تطلعي حاجة لله، يبقى ما في حرج أبدا طالما والدتك بتمر بظروف أن أنت تديها وهي أولى في هذه الحالة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. الأستاذ صبحي، الأستاذ صبحي بيقول أنا متزوج اتنين. يا أستاذ صبحي، اللي متزوج واحدة وعنده أولاد يعني مش ملاحق من المشاكل، فانت عندك اتنين وعايز يعني الامور تعدي معاك في وجودهم هما الاتنين، لابد هيبقى في مشاكل. طيب المشاكل كترت، انت طلقت الاولى وبعدين ليك منها عيال، الزوجة التانية رغم ان انت طلقت الاولى اللي ان فيه غيرة لا تزال عندها وده حقها، بتغير من الزوجة الأولى. طب انت هتروح تصرف على الولاد؟ مفيش مشكلة طالما هم أولادك، ابعت لهم فلوس مع حد. لكن تروح البيت وتدخل البيت وتقعد مع زوجتك اللي انت طلقتها، بمجرد الطلاق أصبحت أجنبية عندك، لا يجوز ان انت تقعد معاها وتاكل معاها. فإذا كان انت عاوز تاكل معاها وتشرب معاها، رجعها يا سيدي ويخلي لها يوم حتى في الأسبوع، أو حتى لو ما فيش خالص، بس اسمها تبقى زوجة. لو كلت معاها أو شربت معاها أو عدت معاها يبقى حلال، بدل ما توقع نفسك في الحرام. أستاذة أماني، أستاذة أماني تفضلي. أيوة ازيك يا سيدنا الشيخ، ربنا يبارك فيكي. بقول لحضرتك كنت عايزة استفسر عن حاجة معلش. بقول لحضرتك أنا جوزي شغال في شركة، هو يعني مش موظف ولا حاجة، هو شغال عامل فيها. بس ساعات بيروح يجيب حاجات يعني من ورا الناس اللي هو شغال معاهم كده. أيوة. واقول له حرام بيقعد يزعقلي. ايوه بيجيب حاجه من وراهم، حاجه من الشركه نفسها ولا حاجه من بره؟ لا لا من الشركه ذات نفسها. ايوه الحاجه دي يعني عباره عن ايه؟ معلش يعني حاولي توضحي. يعني مثلا بيجيب، هو شغال نقاش، مثلا بيجيب لونات كهرباء، بيجيب لزق، بيجيب حاجات من دي كتير يعني. طيب. فبقعد اقول له حرام عليك، طالما ما يقول لي الحاجه ما هي مرميه. اقول له ما مرميه، بس احنا ما بنستاذنش حد، لازم نستاذن. لا انت صح. فهو بقى مش عارفه، هو ساعات بلاقيه بيتمادى وبيجيب، واجي اكلمه بيقعد يتنرفز عليا. حاضر، عموما انت صح، واقول لك تعملي ايه. ففي سؤال تاني معلش. اتفضلي. كان في مره حلف عليا يعني يمين طلاق، وانا يعني سبته وقال لي لو خرجت من البيت تبقى طالق. فانا بصراحه مشيت لان كنت مخنوقه ساعتها، رحت مشيت. فروحنا لشيخ، قام رايح قال لي كده اتحسبت ليكي طلقه، وما ينفعش ان هو ان انت ترجعي له لما يدفع فديه يعني. يعني انت خرجتي ناسيه؟ لا لا ما كنتش ناسيه ولا حاجه، كنت فاكره. فاكره؟ امال تقولي فخرجتي نسيت ايه؟ لا
يعني مشيت خرجت من البيت وما نفذتش اليمين يعني. تمام ماشي، ما حاضر، ما سمعتش كلامه يعني. حاضر حاضر. فهو طبعا الشيخ قال لي طبعا ان هو ما يلمسكيش او يجي عندك الا لما يطلع فدية وكده. حاضر. انا بصراحة انا حاسة وواثقة ومتأكدة ان هو ما طلعش حاجة، بس بيقول لي انا طلعت. بس انا مش عارفة بقى اعمل ايه. حاضر هقول لك ان شاء الله. شكرا لاتصالك. ومعانا الاستاذ عادل. السلام عليكم استاذ عادل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اتفضل. دلوقتي لما يكون في سيده شافت منام رؤيه يعني في المنام ان ابنها بيرضع من القمر، هل هذا دليل على ان معنى المهدي المنتظر يتولد؟ ابنها ايه؟ ابنها ايه؟ سيده حلمت ان ابنها بيرضع من القمر. هل هذا علامه من علامات ميلاد المهدي المنتظر؟ افادكم الله. حاضر يا حبيبي. شكرا يا استاذ عادل. يبقى احنا كده خلصنا الاستاذ صبحي. الاخت مريم بتقول انها حامل وبعض الناس قالوا لها المولود ده عليه زكاة. هو الكلام ده بالنسبة لزكاة الفطر يا اخت مريم. المرأة الحامل اذا وضعت قبل العيد يبقى هذا المولود اللي جمع بين رمضان وبين ليلة العيد عليه زكاة فطر، يبقى ولي أمره اللي هو والده أو والدته اللي هو هيصرف عليه يبقى عليه إن هو يطلع زكاة الفطر، لكن أي نوع من أنواع الزكوات الأخرى ليس عليه شيء. فإحنا عندنا زكاة المال بتجب على من امتلك نصاب ومر على هذا النصاب حول كامل هجري، يبقى يطلع زكاة مال. زكاة عروض التجارة نفس المسألة، اللي عنده تجارة بلغت نصاب ومر عليها الحول بيطلع منها. عندنا زكاة الذهب والفضة، اللي عنده برضو ذهب بلغ نصاب وشغال في التجارة وعليه مر عليه حول يجب عليه أنه يطلع، وهكذا. وفي عندنا زكاة الزروع والثمار، وفي عندنا زكاة المواشي، لكن الجنين ليس عليه زكاة ولا على أهله زكاة له إلا في زكاة الفطر إذا وضعت المرأة قبل العيد وجمع هذا الولد بين رمضان وبين ليلات العيد. لكن إذا تولد بعد العيد لا زكاة عليه. مدام سهير اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي يا عم الشيخ، أنا جاني مرة واحد يبيض لي الشقة يا عم الشيخ. طب قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اتفضلي. جاني واحد بعد الشقة وبعدين قال لي أنا عندي توك توك هروح لك ب 4000، قلت له ماشي، سلفته 3100 وراح باع التوك توك من ورايا يا عم الشيخ، ولا اداني أسود ولا أبيض، أعمل إيه دلوقتي؟ بس كده؟ ما أنا هقول لسيادتك أهو. وبعدين هو وبعدين هو ما معهوش فلوس، هو بيلم زبالة من الكرتون من الشوارع، إيه رأيك؟ أنت تعرفيه؟ حماته الله يرحمها، حماته الله يرحمها كانت معانا في الشارع وتوفاها الله. ايوه، ايه علاقتك بيه عشان تقرضيه 3100؟ ايوه، ايه علاقتك بيه عشان كان بيبيض لي الشقه، بعدين قال لي انا عندي توك توك اشتري ب 4000، قلت له ماشي. طب اديتي لي الفلوس ومش خدت التوك توك؟ لا، راح باعه ثاني يوم من ورايا ب 700 جنيه. لا، هو اللي خد الفلوس. ماشي يا حاجة. وما ادانيش فلوس. ماشي يا حاجة سهير، هقول لك يا حاجة سهير. اعمل ايه؟ اسيبهم صدقة ولا صدقة تجارية ولا ايه رأيك يا سيادتك؟ حاضر هقول لك. شكرا لاتصالك. الأستاذ حسني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا. اتفضل. احنا شوية أصدقاء بنجمع بعضينا يوم الاثنين والخميس وبنقرأ القرآن. كل واحد اللي ربنا بيسر له جزء اثنين ثلاثة، المهم بنختم القرآن كل اثنين أو خميس. فبعض الناس قالوا لنا لا، دي بدعة. رأي الدين فيها إيه يا أستاذنا؟ حاضر يا أستاذ حسني. حاجة تاني؟ ماشي، تسلم يا باشا. شكرا لاتصالك. الأخت أماني بتقول إن زوجها عامل في شركة خلاص بياخد أجره، لكن هو من وقت للتاني بيجيب بعض الأدوات اللي موجودة في الشركة. إذا كان بيجيبها بعلم صاحب الشركة، حاجات مرمية كده ومش محتاجينها الشركة وهو صاحب الشركة بيديها له ينتفع بيها لا حرج، لكن إذا كان بياخدها من وراء أصحاب الشركة فدي تعتبر سرقة، يعتبر مال حرام. طيب
انت تعملي ايه يا اخت اماني؟ هقول لك بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مين معانا؟ بعد اذن حضرتك ام سيف. اتفضلي يا ام سيف. بعد اذن حضرتك دلوقتي انا متزوجه بقالي 8 سنين. وبعد الجواز بحوالي سنه بقت تحصل مشاكل كتير بيني وبين زوجي. من غير اي سبب، ان هو عايز يتجوز تاني بس ما فيش اي اسباب، بيقول لك انا ربنا مديني، هو يعني ربنا مديله مال يعني وكده، فهو بيقول ما فيهاش حاجه ان انا افتح بيت تاني. ماشي. وكان هو مقصر معايا ومش مقصر معايا ولا مع اولاده في اي حاجه خالص. بس عيبه الوحيد ان هو مش مديني حقي شرعا. امال عايز اتجوز تاني ليه؟ هو بيقول لي على طول هو مش عنده وقت، على طول اللي عايز ينام لا بالشغل. امال عايز اتجوز تاني ليه؟ اما انا قلت له كده قال لي امال احنا جبنا العيال دي ازاي؟ فاهم قصدي حضرتك؟ ايوه حاضر. هو بيقول لي طب احنا جبنا العيال دي ازاي؟ فانا بقول له يعني انت مش بتديني حق شرعا، لا على طول نايم لا على طول في الشغل. يعني هو عاوز يفتح البيتين بفلوسه بس. هو كل مشكلته ان هو يقول لي انت وشك وش الخير والسعد عليا وربنا تاني بعد ما انا خدتك. فهو حاسس ان هو شيخي، وكل ما يتكلم مع ناس يقول لهم انا حاسس ان انا لما اتجوز تاني هبقى مليونير. حاضر هقول لك يا اخت مسيف. شكرا لاتصالك. ام احمد اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، انا بقالي فتره متجوزه من حوالي 17 سنه. وحالف عليا من الطلاق، قال لي يعني لو خرجت من البيت تبقى طالق مرتين. وبعد كده راح حصلت يعني راح رد، قال لي رديت اليمين، انا مش نيتي اني اطلق. ايوه وانت خرجتي ولا لا؟ لا خرجت. خرجتي؟ طيب ماشي. المهم راح حصلت مشاكل، راح يعني غضب شديد ما كانش حاسس نفسه. المهم راح رمى علي يمين الطلاق، قال انت طالق. المهم مشيت من البيت زي كده، وراح قالوا الحرمانه ده ثلاث ايمانات. راح دار الافتاء راحوا قالوا له ما وقعش غير يمين واحد طالما مش نيتك. قالوا له يمين واحد يعني اللي وقع. المهم راح زي كده حصلت برضه مشاكل ثاني من حوالي 5 سنين، ورحت مشيت بيت اهلي. راح بالتليفون راح قال لي انت طالق 3 مرات بالتليفون. بالتليفون يعني المرة الثانية وغير المرتين اللي هي لودي. ماشي. فهل دلوقتي في رجعة ولا لا؟ ولو في رجعة حابب يرجعني عشان معي اولاد، معي 3 اولاد. طيب هو قال لك انت طالق المرة الأخيرة امتى؟ في التليفون من حوالي 4 سنين. 4 سنين؟ طب مش سألت من 4 سنين ليه؟ ما انا مش ما خايفة يكون حرام وكده ومش عايزة اروح. طب هو راجعك ولا طب انت عايشة معاه ولا عايشة عند امك وابوك؟ عند ماما. انت امك وابوك يعني هو عايش لوحده؟ لا اتجوز بس عايز يرجع. طب هو عاوز يراجعك ولا لا؟ عاوز. هو عاوز يراجع. بس خايف يكون انا ما لقيناش يعني يمين تاني وكده يعني. حاضر عيني. حاضر. بس عشان الاولاد انا يعني بسال، لو كان رجع ايه المطلوب يعني؟ يدفع ولا يروح للافتاء ولا ايه بالظبط؟ حاضر هقول لك. حاضر يا ماما. احنا كده عشان نقدر نلحق نجاوب على الاسئله بس. والاستاذه مياده اتفضلي. الو. اتفضلي. طب حضرتك انا عندي سؤال، وانا بصلي صلاه الاستخاره عايز اسال حضرتك. في ناس بيقولوا ان هي قبل ما بتسلمي يعني بتقولي الدعاء، وفي ناس بيقولوا ان هو بعد ما بتخلصي بتسلمي بتروح قايله الدعاء. ماشي. فانا عايز حضرتك يعني صلاه الاستخاره ديت ممكن اقوله امتى بالظبط؟ موضوع الاساسي فيه. حاضر. وعندي سؤال تاني بعد حضرتك. اتفضلي. هو ايه الفرق بين صلاه الاستخاره وصلاه قضاء الحاجه؟ حاضر بس كده؟ خالص مش قصدي. شكرا. هنرجع للاخت اماني. خلاص زوجك العامل ده المال اللي بياخده الحاجه اللي بياخدها دي حرام وسرقه وعليكي بقى. طيب انت تقولي له ايه؟ تعملي معاه ايه؟ عليك ان انت تنصحيه بالحسنى لكن بالراحه من غير ما تجيبي نتيجة عكسية، لكن هو أصر خلاص هو هيتحمل الإثم. هو قال لك في مرة لو خرجت تكوني طالق، وبعدين سألتم وواحد قال لكم لا لازم يدفع، وهو أنت شك أنه ما دفعش. دفع أو ما دفعش دي عليه، لكن هو زي ما الشيخ أفتاكم هو هذا اليمين لا يقع به الطلاق
طالما لا يقصد يمين الطلاق ولكن عليه كفارة يمين، فهو عليه الكفارة في ذمته يسأل عنها. الأستاذ عادل بيقول إن في واحدة شافت إن ابنها بيرضع من القمر، هل ده علامة على ميلاد المهدي المنتظر؟ تفسيرات تفسير الأحلام أو تأويل الأحلام يا أستاذ عادل دي مسألة اجتهادية، ودايما بتختلف حسب أنظار المفسرين والمعبرين، وليس بعد يوسف عليه السلام من أحد، أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد يؤول رؤيا ويكون التأويل صحيح وسليم، لكن كلها اجتهادات، ورؤية القمر بتختلف من معبر لآخر، ورضيع إنسان منه أو واحدة منه أو واحد منه كبير أو صغير بتختلف، وبتختلف حسب الزمان وحسب الرائي، فدي كلها اختلافات بين المعبرين. الأخت سهير بتقول إن في واحد صنايعي نقاش يجي اشتغل عندها في شقتها، وقال لها أنا عندي توك توك تشتريه، المهم دفعت له 3100، وبعدين هو خد التوك توك باعه. دي حالة نصب يا حاجة سهير، وانت عليكي ان انت تشوفي حد قريب منه، اذا قدرتي تاخدي مالك مفيش حرج، طيب مش قدرتي عاوزة تتصدقي ماشي، لكن ما تكونش من الزكاة، يعني لو انت عندك مال وجبت فيه الزكاة ما ينفعش تخصمي من الزكاة وتقولي 3100 دول هم دول زكاة اللي انا دفعتهم للراجل ده، لكن لو عاوزة تتصدقي كده منك يعني تبقى صدقة تطوع لا حرج في هذا، وربنا يتقبل منك. الأستاذ حسني بيقول إحنا مجموعة من الأصدقاء بنجتمع كل يوم اثنين وخميس وبنحاول نختم القرآن ونقعد كده قعدة جماعية، وفي ناس بتقول دي بدعة. هو في الحقيقة يا أستاذ حسني المسألة ديت لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل اللي انت بتقول عليه، لكن ممكن يبقى فيه شكل آخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه يجلسون في حلقة في المسجد فسألهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونشكره على ما هدانا للإسلام. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. فإذا أعدتم في بيت الله تعالى لقراءة القرآن ولمدارسة القرآن فلا بأس. طيب دلوقتي زي ما احنا عارفين المساجد مغلقة، لو انتوا قعدتوا في بيت حد يكون عنده سعة شوية وقرأتوا القرآن لا حرج في هذا، ومدارسة القرآن وتلاوة القرآن في أي وقت وفي أي مكان، تقبل الله تعالى منا ومنكم. الأخت أم سيف بتسأل بتقول أنا متجوزة بقالي 8 سنين وبعد سنة حصل مشاكل بينها وبين زوجها، وبعدين عاوز يتجوز تاني، عاوز يتجوز تاني لأنه معاه فلوس، وهي بتقول إنه هو أصلا مش بيديني حقوق الشرعية. هقولك يا أم سيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة هي القدرة على مؤن النكاح، ومؤن النكاح نوعين، مؤن مالية ومؤن جسدية، بمعنى يكون معه مال يكفي للزواج وفي نفس الوقت يكون لديه القدرة على معاشرة المرأة. فأنت بتقولي هو بيشتغل كتير قوي ويجي ينام ومش مديك حقوقك وعاوز يتجوز تاني لمجرد أن معاه فلوس، لو فعل هذا فهذه الخطوة من الخطوات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالزواج قد يكون واجب إذا كان الإنسان معاه وعنده القدرة وخايف على نفسه، يبقى في الحالة دي يجب عليه أنه يتزوج. الجواز قد يكون مستحب إذا كان الإنسان معاه المال ولكن المسألة عنده مش، يبقى يستحب له أن يتزوج، هذا أفضل. وقد يكون الزواج مكروها إذا لم يكن الإنسان لديه القدرة على مؤن النكاح لكن لديه القدرة الجسدية فيكره إن هو يتجوز لأنه مش هينفق على الزوجة. وقد يكون حراما
إذا لم يكن معه مال ولم يكن معه قدرة جسدية لماذا يتزوج إذن؟ فزوجك ده يعتبر يعني طالما ليست لديه القدرة على معاشرة المرأة الأولى فكيف يتزوج بالثانية؟ فهو في هذه الحالة يكون آثم، وانصحيه أو خلي حد قريب منه ينصحه أنه هو يبعد عن الخطوة دي. ويكون أنه هو مقصر في حقك ومش بديك حقوقك الشرعية سيحاسب عليها أمام الله عز وجل. الأخت أم أحمد بتقول متجوزة بقالها 17 سنة وجوزها حلف عليها يمين لو خرجتي تكوني طالق، وبعد كده قال لها لا خلاص أنا رجعت. أولا مفيش حاجة اسمها يرجع في اليمين، خلاص هو حلف اليمين. في الحالة دي لو كانت نيته فعلا لو خرجتي هتكوني طالق يبقى لو خرجتي يقع الطلاق. طيب لو كانت نيته يهددك عشان ما تخرجيش، في الحالة دي لو خرجتي لا يقع اليمين طلاق ولكن عليك كفارة يمين. خلاص انت رحتي لجنة الإفتاء بعد ما قالك انت طالق ثلاث مرات وقالوا لك اليمين الأول مش واقع واليمين الثاني واقع، خلاص دار الإفتاء ما تسأليش حد بعدها. إذا اليمين الأول غير واقع، اليمين الثاني واقع. طيب بعد ما ردك من 4 سنين قالك في التليفون أنت طالق، ده برضو يمين صريح يقع به الطلاق. خلاص انت قاعدة في بيت أهلك بقالك 4 سنين وهو تزوج واحدة تانية عاوز يردك دلوقتي، خلاص هو لسالك ردة واحدة باعتبار رأي لجنة الإفتاء. فلو حبيتي ترجعي له عشان الأولاد وتعيشي بس تعرفي طباعه وتعيشي عليها لا حرج أبدا يا ست أم أحمد أن أنت تعودي لزوجك. السؤال الأخير اللي كان معانا من الأخت ميادة بتسأل عن موضع الدعاء في صلاة الاستخارة. موضع الدعاء في 3 مواضع يا أخت ميادة. الموضع الأول بعد الانتهاء من الرفع من الركوع في الركعة الثانية، بعد ما تخلصي الركوع من الركعة الثانية وتقومي كده ترفعي يبقى تبدأي في الدعاء قبل السجود. طب أم جميل آخر اتصال، اتفضلي يا أم جميل. أنا بسأل عن فوائد الأمكان الشرع بتاع التوفيق. نعم شهادات التوفير في البنك، حرام شهادات التوفير؟ اه حاضر يا حاجة، عيني حاضر. الوديعة حاضر حاضر ماشي، عيني حاضر يا حاجة حاضر. فالأخت ميادة يبقى الموضع الأول عند الرفع من الركوع في الركعة الثانية، الموضع الثاني قبل التسليم بعد ما تخلصي التحيات وقبل ما تسلمي تقولي الدعاء، الرأي الثالث بعد ما تنتهي من الصلاة عند ختام الصلاة تدعي بهذا الدعاء. فأي المواضع أنت تسرحي له اعملي له، لكن الأفضل أن يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. بتسأل إيه الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة؟ صلاة الاستخارة لما تكون أنت مقبلة على شيء وما تعرفيش الخير من الشر فيه، يعني مثلا واحد جاي يخطبك أو واحد جاي يخطب بنتك أو ابنك رايح يتجوز واحدة وأنتوا مش عارفين وجه الخير فين، تصلي ركعتين استخارة عشان ربنا ينور لك الطريق. لكن صلاة الحاجة ديت والله أنا عاوز مال أصلي ركعتين عشان ربنا يرزقني، أنا عاوز ولد ينجح أصلي ركعتين وادعي إن ربنا ينجح الولد، يعني بطلب شيء معين فبصلي له ركعتين تطوع لله تعالى وأطلب حاجتي فيها. أم جميل آخر سؤال بتسأل عن شهادات التوفير اللي هي الودائع، نفس حكم الإيداع في البنك. يبقى بعض الناس قالوا ده ربا عشان في فوائد، بعضهم قال دي شبهة أسيبها، لكن معظم العلماء علماء العصر قالوا أحطها بنية الاستثمار والفلوس الفوائد اللي تجي لي ديت والله أنا مستغني عنها أطلعها للفقراء والمساكين، لو أنا في حاجة ليها أصرفها ولا حرج في هذا. تقبل الله تعالى منا ومنكم. في النهاية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكم أنتم مشاهدين الأعزاء ولكل من اتصل بنا أو حاول الاتصال ولم يصل إلينا، ونشكر فريق العمل في الاستوديو والكنترول. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.